ليس فقط هذين المنتخبين، لكن على مستوى المنتخبات وجود المدرب الوطني في مرحلة من المراحل، اللي طبعا للمنتخب مرحلة من المراحل لإنشاء أيضا الحقيقة التجانس الكبير ما بين اللاعبين. هذه واحدة وأول الأهداف، نعم حلوة العرضية جاءت ومباشرة على الطاير لقطة من أرسلان مطاري، أرسلان اللاعب رقم 20 لمصلحة المنتخب الإيراني. إذا يسجل أرسلان أول الأهداف مع الدقيقة 8 من أحداث هذا اللقاء، أول الأهداف لمصلحة المنتخب الإيراني. شوف الكرة الماضية، الكرة عدت مرت في أقصى اليمين، مرمى بين المدافعين وعلى طول مباشرة إلى الشباك. أول أهداف المنتخب الإيراني تأتي من أقدام أرسلان مطهري، سجل أول أهداف. كان طبعا هنا في هذا الملعب المباراة اللي استطاع فيها المنتخب العنابي أنه يأخذ ويحصل على لقب هذه البطولة. هنا كرة أمامية خطيرة، فرصة للمنتخب الإيراني، نعم يسجل الهدف الثاني المنتخب الإيراني عن طريق نفس اللاعب أرسلان بعد ربع ساعة مرت من أحداث هذا الشوط. شوط المباراة الأول يأتي إذن مع الدقيقة رقم 15، يسجل أرسلان مطاري بعد كرة مرت خلف المدافعين مباشرة، عدت هنا فيها انطلاقة. شوف من المدافع مرت خلف المدافعين المنتخب السعودي، ويأتي أرسلان مطاري يسجل الهدف رقم 2 لمصلحة المنتخب الإيراني، 2 مقابل لا شيء. هنا نتابع أمامنا التسديدة الماضية والكرة اللي عدت إلى الشباك، ويأتي من خلالها ثاني الأهداف لمصلحة المنتخب الإيراني. بينما الكرة تصل عند ريان، ومن ريان لمازن، ومازن أمامية طويلة في الطرف الأيمن، لكن فيها متابعة، فيها تدخل، برافو، وركلة جزاء واضحة من حارس المرمى، ركلة جزاء وفيها بطاقة أيضا، فيها بطاقة، لكن عندنا ركلة جزاء وعندنا فرصة للمنتخب السعودي لتقليص الفارق بأول الأهداف. هنا مادو، نعم يسجل الهدف الأول، يسجل عبد الله مادو هدف المنتخب السعودي الأول مع الدقيقة رقم 18 من ركلة جزاء، يتعاد أو يقلص الفارق، خلينا نقول يقلص الفارق من ركلة عبد العزيز البيشي إنه يسجل أول أهداف أو ثاني أهداف المنتخب السعودي، وهدف التعديل كان، لكن على عموم الكرة مرت، محاولات موجودة للمنتخب السعودي في كرة عرضية في مكان، جول ثاني للمنتخب السعودي. قلت لك الأخطاء واردة، وهذا خطأ كبير من حارس المرمى عبد المجيد صليهم، يسجل الهدف إذن مع الدقيقة رقم 79، عبد المجيد صليهم يسجل هدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب السعودي. شوف مرت ولا حد جاها، قلت لك الخطأ ممكن يكون، وهذا واحدة من الأخطاء، ما لمسها رائد لكنها مرت للشباك، عدت بهدف التعادل لمصلحة، أو ما لمسها الصيعي، وصلت إلى تعادل. إذن 2-2 في الكرة الماضية.